بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في الفيديو الجزء الثالث أو الفيديو الثالث الخاص بتفسير نتائج برنامج المالتي لوج. شفنا مع بعض في الجزء الأول يعني إيه نماذج المناسبة أو النماذج اللي بيتناولها برنامج المالتي لوج. شفنا إن بيتناول نوع من المفردات أو نوع من العبارات هدفها بيكون عندي أكثر من استجابة، يعني الشخص ما بياخدش صفر واحد زي برنامج البايلوج، لا احنا ممكن الشخص ياخد واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة، تمام. وقلنا إن المفردات ممكن تكون متدرجة وممكن المفردات إنها تكون بشكل نومينال سكيل. النهاردة أو دلوقتي في الجزء ده هنشوف إزاي نفسر النتائج ديت اللي خرجت لنا من برنامج المالتي لوج، والجزء اللي بنتكلم عليه هو جريديت ريسبونس موديل. زي ما قلت لكم معاكم الاستاذ دكتور محمد حبش حسين، استاذ الاحصاء والقياس النفسي بكليه التربيه جامعه اسكندريه. دايما بفكرك لو عجبك الفيديو تعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير في جميع الاحوال، اوعى تنسى تعمل سبسكرايب عشان توصل لك جميع فيديوهاتنا. تعال نروح مع بعض على برنامج المالتي لوج ونشوف مع بعض النتائج اللي خرجت وازاي ان احنا نفسرها او نفهمها او نحاول نقراها سويا. ده الأوامر أو ده ملف الأوامر اللي احنا نفذناه مع بعض، وشفنا ازاي ان احنا بنروح على الجزء بتاع ران ده، ثم نقول له ران انتنشن الام ال جي اللي هو المالتي لوج بروجرام، وشفنا الشاشة اللي هي بتقول لنا ان هذه الأوامر تم كومبليتد سكسسفولي، يعني اكتملت بنجاح، وان احنا ممكن نروح على الاوت بوت ونبص عليها. وقلنا عشان نروح عند الاوت بوت في قائمة اسمها اوت بوت بنروح عليها ونبدأ نبص مع بعض، فبنجد إن في الجزء الأولاني في المقدمة بيبقى مجموعة من المعلومات حوالين البرنامج نفسه، وفي نفس الوقت بيقول لي إيه الفيرجن اللي إحنا أو الإصدار اللي إحنا بنتعامل معاه، وإيه التاريخ اللي تم فيه إنشاء هذا الملف. طبعا إحنا في 24 ديسمبر 2019 وده الوقت اللي تم فيه عمل هذا الفيديو. فبيديني برضو بيقول لي ايه الاوامر اللي انت ادخلتها، فبيقول لي انك كنت بتتعامل مع الراندوم، يعني كنت بتتعامل مع المارجنال ماكسيمم لايكلود استيميشن، والبيانات بتاعتك انديفيدوال ومكانها كان فين والايتمز، يعني بيرجع تاني جزء في البدايه كده بيعرفني الملف اللي انا ادخلته، بيفكرني بالاكواد اللي دخلتها. ثم بيجي في الجزء ده هنا هو كده مره تانيه بيقول لي الاصدار والوقت، هنا بيقول لي النمبر اوف لاينز عدد الحالات. طبعا احنا قلنا ان احنا عندنا 500 حاله، فبيقول لي انت عندك 500 سطر او 500 لاين، ايوه. وبيقول لي ان عدد المفردات اللي عندك كانوا 12، ايوه. وان احنا عندنا كان في مجموعه واحده، والمجموعه زائد المفردات يعتبروا 13، وعدد الفئات اللي موجوده كانوا 5 فئات بالفعل. طيب ايه تاني بيقول لي عليه؟ بيرجع تاني نوت يقول لي في الجزء اللي تحت ده الاستيميشن بارامترز، بيقول لي ذا ايتم ويل بي كالبريتد، تم تدريجها باستخدام مارجنال ماكسيمم لايكل هود استيميشن اللي ام ام ال، تمام. والماكسيمم نمبر اوف اتريشن والماكسيمم اوف سايكل، لكن انا عندي برضو مهم نعرف ان نمبر اوف بارامتر عندي 60، بعدد البارامترز اللي موجودين عندي 60. مهم جدا البارامتر ده لانه اساسا بعرف جوده مطابقه النموذج للبيانات. بيوضح لي ان القدرات بتاعتنا او القدره تقسمها بهذا الشكل، بدا بباينس 4.5 لغايه لما بوزيتيف 4.5، وماشي بنظام يعني بكل مره بيزود نص لغايه لما وصل للاربعه. مره تانية بيقول لي ان الكي اللي احنا استخدمناها اهيت، تمام. وبيقول لي ده الكود اللي انت ادخلته لتعريف الداتا، ودي اول حاله، وشفنا الكلام ده ان هو الحاله دي مظبوط. طبعا كل ده هوت بينقلنا اهم حاجه للجزء بقى اللي جاي، فبيجيب لي مفرده مفرده، وفي كل مفرده بيديني فيها مجموعه من المعلومات. اولا بيديني الاي اللي هو الايتم سلوب او الايتم ديسكريمنيشن، وبيقول لي دي قيمته، تمام. وده الخطا المعياري في تقديره اللي هو الستاندرد ايرور. ملاحظه مهمه جدا ان احنا لو اخدنا كنا عايزين نحكم على الدلاله، لو اخدنا ال 68% ديت وقسمناها على الخطا المعياري بيدينا قيمه، القيمه ديت تقابل زي سكور الدرجه المعياريه، يعني لو كانت اكبر من 1.96% يبقى داله، اقل من كده تعتبر غير داله. لكن ان انا احكم ازاي على القيمه دي، دايما بنعتبر ان القيمه ديت يعني القيمه واحد هي القيمه اللي بتعبر عن قيمه مقبوله لما يسمى الايتم ديسكريمنيشن. اقل من كده بتعتبر في بعض الكتب بترى ان هذه القيمه قيمه متوسطه، وان فوق الواحد وثلاثة من عشرة طبعا قيمه عاليه، لكن في جميع الاحوال هذه تعتبر قيمه متوسطه
الايتم ديسكريميشن، تحت منها طبعا لاحظوا عندي اربع عتبات فارقه او اربع قواطع، لان انا عارف ان الداله مع ان انا عندي خمس فئات للاستجابات، فمحتاج اربع عتبات. يعني البي الاولانيه دي النقطه اللي عندها مستوى القدره اللازم، يعني ده سالب 3 2 0 2، ده مستوى القدره اللازم علشان الشخص يكون احتمال انه يختار البديل رقم 2 مقابل البديل رقم 1 بهذا الكم. يعني لو كان قدرة الفرد سالب 3، طبعا سالب 3 دي قيمة منخفضة، سالب 3 و2 من 100 عشان خاطر الشخص يزيد يكون احتمال ان يختار البديل رقم 2 5 من 10 مقابل طبعا البديل رقم 1، بينما هنا ده البديل رقم 3. عايز دي النقطة اللي عندها بيتحول احتمال ان الشخص ينتقل من مستوى الى مستوى اخر. احنا عارفين ان احنا عندنا خمس مستويات يبقى عندنا اربع عتبات. طب مثلا بي 3 دي النقطة او دي مستوى القدرة اللازم علشان يكون احتمال ان الشخص يختار البديل رقم 4، يكون هذا الاحتمال فوق الخمسة من عشرة او خمسة من عشرة في اكتر. وده طبعا الاخير ده ان الشخص يكون احتمال انه يختار البديل رقم 5، يكون الاحتمال ده اكبر من 5 من 10 بيساوي هذه النقطه. يعني دي النقط اللي بيحصل عندها التحول ما بين اختيار من بديل لبديل اخر. النقطه الاولانيه دي طبعا احنا نقول الكلام ده بالتفصيل، ليه مش هنرجع نقوله تاني، احنا مش هنمشي مع مفرد، احنا في مفرده واحده نفهم الموضوع ماشي ازاي ثم نكمل. يبقى السالب 3 دي النقطه اللي عندها بيعمل عمليه التحول من ايه، من ان بيكون احتمال ان الشخص يختار البديل رقم 2 اكبر من احتماله انه يختار البديل رقم 1. احنا عندنا الاحتمال ده بكام؟ بخمسة من عشرة او اكتر. طب وهنا دي النقطة التانية اللي هي سالب 1، هنا برضو لاحظوا التزايد في القدرة اكيد، لان احنا بنتكلم على graded response model، وبالتالي كل ما بيكون الشخص ينتقل من فئة استجابة الى فئة استجابة اخرى فهو محتاج مستوى قدرة اعلى. تمام، يبقى احنا عرفنا ده معنى ايه، وزي ما قلت ان احنا عندنا كتب بتتكلم على ان ده ان الستة دي بدايه القيمه المتوسطه، والواحد وثلاثة من عشرة ده بدايه القيمه العاليه لمعامل التمييز لو حبيت تحكم على معامل التمييز. لكن الاغلب ان احنا بنعتبر الواحد هو الافضل، يعني عشان نميز ما بين التمييز الجيد وغير الجيد. طب الايتم انفورميشن لكل مفرده ليها داله معلوماتيه خاصه بيها، وزي ما حضراتكم شايفين ده قيم الداله المعلوماتيه للمفرده الاولانيه. تمام، وطبعا هنا بيجيب القيم عند كل او عند يعني مش عند كلها طبعا، ولكن عند عدد كبير جدا من مستويات القدره، ومعروف ان الداله المعلوماتيه بتختلف باختلاف مستويات القدره، ونلاحظ ان ممكن نجد ان القيم العاليه تبقى كلها غالبا في النص في مستويات القدره المتوسطه، اما عند الاطراف زي الجزء ده والجزء اللي هناك بتبقى اقل. تمام، طبعا هنا بيجيب لي بقى ايه التكرارات المشاهده، يعني كم واحد اختار البديل واحد، وكم واحد اختار البديل اثنين، وكم واحد اختار البديل ثلاثه واربعه وخمسه، ودي طبعا ده المشاهد وده المتوقع. طبعا فائده المشاهد والمتوقع ده ايه؟ انه يخليني احسب قيمه كاي سكوير. تمام، انتوا عارفين كاي سكوير اللي هو التكرار المشاهد ناقص التكرار المتوقع تربيع على التكرار المتوقع، ده قيمة كاي سكوير، وده ممكن يخليني احكم على ايه؟ احكم على ان المفردة متطابقة مع البيانات ولا لا. تمام، لان ده مؤشر جودة مطابقة المفردة للبيانات من خلال القيم المشاهدة والقيم المتوقعة. طبعا بيقول لي الابسوربت فريكوانسي ده 35، لكن الابسوربت بروبيشنال ده نسبتها وده الاكسبكتد بروبيشنال، يعني ده نسبة التكرارات المشاهدة وده نسبة التكرارات المتوقعة. بمعادلة بسيطة جدا نقدر نحسب قيمة كاي سكوير. ده بيقدمه يبقى بكل المفردة بيقدم قيمة الايتم ديسكريمنيشن وعدد من العتبات يساوي عدد البدائل ناقص واحد. فاحنا قلنا عندنا خمسة يبقى عندنا أربع عتبات فارقة. لاحظوا هنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة ده ترقيم البارامتر، ولذلك لما بيروح على مفردة بعد كده بينزل تحت اللي بقى الستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهكذا. لكن نفس المعلومات موجودة في الاخر، بقى في الاخر ان هو بيديني معلومتين مهمين جدا. اول حاجه بيديني حاجه اسمها التست انفورميشن فانكشن، زي ما اعطاني لكل مفرده بنيجي هنا التوتال تست انفورميشن، ده الداله المعلوماتيه للاختبار ككل، ودي برضو في غايه الاهميه لان بتقول لي مدى دقه الاختبار ده او دقه المقياس في تقدير قدرات الافراد، ودي الداله المعلوماتيه. وموديني ايضا المارجنال ريلابيليتي الثبات الهامشي، وشايفين ان هو طالع ب 84 من 100 ودي نسبه عاليه جدا. برضو بيديني قيمه
النيجاتيف اللي هو بيعتبر سالب 2 مضروب في قيمة اللايكليهود أو قيمة الأرجحية. طبعا هنا واضح إنها كبيرة، يعني 11314 دي قيمة كبيرة جدا، وبالتالي ده معناه إن البيانات دي غير متطابقة، أو النموذج ده غير متطابق مع الداتا. ويمكن إحنا لو جربنا نموذج آخر بنقدر نحكم بطريقة أفضل على هذا النموذج، يعني قد إن القيمة دي بتشير إن بصورة عامة النموذج ده غير متطابق، البيانات دي غير متطابقة مع هذا النموذج. وده يخلينا في فيديو آخر ممكن ناخد نموذج آخر زي النومينال ونجربه ونشوف إيه، هل هو أفضل ولا. طبعا بيهمني القيمة دي جدا، ليه؟ لأن بتخليني أقارن بين النماذج المختلفة، لأن الفرق ما بينها بيخليه برضو الفرق ما بينها، وطبعا عن قيمة كاي سكوير، يعني هذه قيمة تعبر عن قيمة كاي سكوير. فحتى مكتوبة إيه؟ كاي سكوير فور سيفرال تايمز مور examined ذان سيلز. طبعا إيه بيقول لي إن قيمة كاي سكوير كانت في كتير جدا من المرات كانت أكتر من عدد الخلايا، الخلايا بتاعتنا عدد الأشخاص كان عندي عدد من المبحوثين أكتر من عدد الخلايا، وده بيأثر في دقة قيمة كاي سكوير. برضو لو حضراتكم بعيدا عن الكلام دوت، لو احنا رحنا بقى عند البرنامج مرة تانية اللي هو الانبوت تاني، فروحت عند الران هنا هوت، ممكن اقول له وريني كمان البلوت، فبيديني الرسومات البيانية اللي موجودة. يعني شوف الاي سي سي اللي هو ايتم كاركترستيك كيرف، ده المنحنى المميز، وده بيشبه البايلوج كتير، فبيديني هنا الرسومات. لكن لاحظوا ان انا عندي خمس رسومات، كل رسمة من دولت بتعبر عن فئة من فئات الاستجابة. احنا عندنا خمس فئات، فدي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وده الليجنت او التفسير ان كل لون بيعبر عن ايه. فهنا معناها ان طبعا كل ما بتكون شكل الرسمة بتوحي ان في سيمترية، ده بيكون معناه ان النموذج ان المفردة دي متطابقة. فلو انا مشيت كده دي المفردة رقم 3 و4 لغاية لما حصل الى المفردة رقم 12 لاخر مفردة، هيرجعني بعد كده تاني، يعني احنا وصلت كده المفردة رقم 12، فمرة تانية هيرجعني للمفردة رقم 1. لو رجعت هنا بس وشفت التوتال انفورميشن، الدالة المعلوماتية الكلية، لاحظوا هنا انها طبعا الدالة المعلوماتية بتقول لي ان القياس ده هو دقيق جدا في قياس قدرات الافراد المحصوره تقريبا ما بين سالب 2 واقل من موجب 2، يعني تقريبا من 2 لسالب 2، يعني كويس جدا عند القدره المتوسطه، لكنه غير جيد عند الاطراف. وده بنلاحظه من ارتفاع الخطا المعياري للتقدير اللي هو باللون الاحمر. تمام، برضو احنا ده معناه بس بصوره عامه ان احنا البرنامج او ان طبعا هنا برضو بيجيب لي الاثنين مع بعض، ادي الدال الاي سي سي وفي نفس الوقت الايتم انفورميشن كيرف. لاحظوا المفردة دي غير جيدة على الاطلاق، لان كاد يكون مستوى كده خط افقي مش جيد، لكن دي افضل طبعا المفردة رقم 2. وده طبعا كله بيتوقف على معامل التمييز، فالمفردة رقم 2 معامل تمييزها افضل والرسمة بتاعتها ادق، وده ممكن يخلينا ان احنا نستبعد بعض المفردات. طبعا انا لو رجعت البريفيوس هنا هو دي مفردة جيدة جدا، مفردة ممتازة. تمام، برضو الاي سي سي بتاعتها ممتازة، يعني احنا ممكن دي سيئة، دي جيدة جدا، يعني في مفردات جيدة جدا تمييزها عالي جدا، دي مفردة برضو الى حد ما مش جيدة، دي ممتازة. تمام، دي سيئة، طبعا دي برضو جيدة، ودي برضو سيئة، ودي برضو يعني الى حد ما اللي هي المفردة الأخيرة. طبعا هيرجعني مرة تانية مفردة رقم 1، مفردة رقم 2، وهكذا. طبعا ممكن أنا أستبعد المفردات دي وأعيد مرة تانية تدريج البرنامج أو تدريج الأيتيمز، وده ممكن يكون دليل على إن المفردات بعضها جيد وبعضها رديء، وده ممكن يخليني في الآخر إن أنا أطلع بيه عدد مفردات أقل، ممكن يكون أكثر دقة في قياس السمة اللي أنا بقيسها. ده أهم المعلومات اللي موجودة في هذا الجزء. برضو أرجو أن يكون الفيديو عجبك، لو عجبك الفيديو اعمله لايك، تعرف حد يستفيد بيعمله شير في جميع الأحوال، اوعى تنسى تعمل سبسكرايب، أساس إن احنا هنكمل سلسلة من البرنامج المالتي لوج، فيه إمكانيات كتيرة جدا وفيه نماذج كتيرة جدا، وممكن يتعامل مع أكتر من مجموعة، وممكن تعمل أكتر صورة اختبارية، وممكن إن هو يعمل فيكسد لبعض البارامترز ويختبر أشياء كتيرة جدا هنشوفها برضو في فيديوهات أخرى. أرجو يكون الفيديو عجبك، وأتمنى لكم جميعا التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.